النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية والتي نبدأها بخرائط الضغط الجوي. بحمد الله اليوم كان هو آخر أيام الموجة الحارة التي تأثرت بها المملكة على مدار أكثر من 10 أيام. ارتفعت بها درجات الحرارة إلى ما يتجاوز أكثر من 10-12 درجة مئوية، وسجلت درجات حرارة قياسية في بعض مناطق الغوار، حيث كانت مثلا يوم الأربعاء ثالث أعلى درجة حرارة في محطات الرصد الجوي المعتمدة عالميا، وبلغت أكثر من 46 درجة مئوية. اليوم وحتى ستلاحظون الآن مع الساعات القليلة القادمة اختلاف تدريجي على الأجواء، لكن يصبح جذري اعتبارا من نهار يوم غد. خرائط الضغط الجوي أصبحت تشير بأن المملكة يوم الجمعة كانت يعني بدأ تأثير مرتفع جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط. هذا المرتفع من شأنه أن يجلب رياحا شمالية غربية ذات درجات حرارة ألطف أقل وذات اختلاف كلي، ولكن نرى عبر هذه الخريطة يوم السبت بدأ تشكل منخفض جوي فوق حوض جزيرة قبرص، وهو ناتج عن اندفاع لكتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجو الكافة من جنوب شرق القارة الأوروبية باتجاه شرقي البحر الأبيض المتوسط. وهذا المنخفض طبعا سيؤثر على المملكة يوم الأحد بشكل سريع، سيتحرك إلى شمال شرق سوريا، تندفع رياح باردة، هناك انخفاض حاد وكبير جدا على درجات حارة، تغييرات أشبه بالدراماتيكية على الأجواء، انتقالا من أجواء جدا حارة إلى أجواء أبرد من المعتاد مثل هذا الوقت من العام. نستطيع استعراضك عبر خرائط الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض. إذا هذا الوضع اليوم، طبعا اللون الأصفر والأخضر هو درجات الحارة التي طبعا تعكس أقل حتى بقليل من المعدات، ولكن هي درجات حارة ضمن المعدلات الاعتيادية إلى أقل بقليل. بالنسبة للون الداكن الأحمر هو حد الموجة الحارة، يمكن ملاحظ أن اليوم المملكة كانت على حدود هذه الموجة الحارة. غدا السبت يتراجع كما تلاحظون، إذن هذا اليوم غدا السبت تتراجع هذه الموجة باتجاه الجزيرة العربية، والكتلة الهوائية ذات درجات حرارة عالية جدا كانت، ويدخل هواء بارد كما تلاحظون، أو ما لا أريد أن أسميه بارد لكن أبرد بكثير مما كان عليه الوضع يوم السبت. وبالتالي غدا نتوقع انخفاضا حادا وملموسا على درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وانقلاب جذري على الأجواء بالنسبة لدرجات الحرارة. أما يوم الأحد بسبب اندفاع هذه الكتلة الهوائية الباردة التي هي في طبقات الجو الكافة، نلاحظ هذا اللون الأخضر الذي يعتبر تقريبا كالألوان الشتوية يندفع إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي نرى الأحد انخفاضا آخر وكبير على درجات الحارة، وتعود الأجواء لتصبح حتى باردة نسبيا في بعض المرتفعات الجبلية نهار يوم الأحد وفي ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. أما يوم الاثنين، من هذا الأحد يوم الاثنين تبقى المنطقة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة نسبيا، لكن طبعا يبدأ مرة أخرى هواء ساخن بالدخول إلى المملكة، وبالتالي يبدأ ارتفاع درجات الحارة. ولكن بالرغم من ذلك يبقى الطقس يوم الاثنين يعني أقل مما هو معتاد عليه، ولكن سيكون إن شاء الله ربيعي بوجه عام. دعونا نرى كيف تنطلق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا إلى المنطقة وتتسبب بتشكل منخفض جوي. إذن هذه الخرائط مع ساعات مساء يوم غد السبت، كما تلاحظون هذه الألوان هي تعكس انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا والكافة. تنطلق هذه الكتلة باتجاه جزيرة قبرص مع ساعات فجر يوم الأحد، وتتعمق إلى داخل الأراضي السورية يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. طبعا هذا يؤدي تشكل ذلك المنخفض الجوي الذي بطبيعة الحال يؤثر على كامل مناطق بلاد الشام. لو أن هذه الكتلة تدفقت أكثر إلى 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 المملكة لجلبت معها كميات وافرة من الأمطار وأجواء استثنائية، ولكن يقتصر تعمق هذه الكتلة على الأراضي السورية كما تلاحظون بتأثيرات مختلفة على باقي المناطق، ولكن التأثير الأكبر سيكون على الأراضي السورية واللبنانية، ومن ثم تبدأ هذه الكتلة بالتحرك من جديد شرقا، وبالتالي تبتعد عن المملكة والمنطقة.
المنطقة، ولذلك هو فترة تأثير هذا المنخفض الجوي يمتد أكثر شيء يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. إذا بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية دعونا أن نراها على هذا الشكل، زي مساء يوم السبت كما تلاحظون فرص الأمطار الرعدية القوية على السواحل السورية كاستجابة لتأثيرات هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة. تبدأ هذه الأمطار بالامتداد التدريجي نحو السواحل اللبنانية ومن ثم تصل إلى السواحل الفلسطينية والأجزاء الشمالية من الأردن، وذلك مع ساعات صباح الباكر ليوم الأحد، وبالتالي مع ساعات الليل المتأخرة من يوم السبت توجد فرصة للأمطار بمشيئة الله تعالى فوق المناطق الشمالية من المملكة. صباح يوم الأحد تعبر هذه السحب الممطرة المناطق الشمالية الوسطى من المملكة كما تلاحظون، وبالتالي مع صبيحة يعني يوم الأحد ربما نشهد بعض الأمطار في بعض المناطق لا سيما المناطق الشمالية وربما بعض الأجزاء الوسطى من المملكة، ومن ثم سريعا مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد تنعدم فرص هطول الأمطار بوجه عام وتتحرك جميع السحب الماطرة مبتعدة عن المملكة بمشيئة الله تعالى. إذا عودة الآن للأحوال الجوية، نتوقع هذه الليلة وقت السحور كآخر ليلة أجواء غيوم متفرقة، درجة حرارة 18 درجة مئوية، ويعني بسبب التغير الكبير في الأجواء وارتفاع نسب الرطوبة المتوقعة تدريجيا خلال هذه الليلة الأجواء ستكون يعني في الخارج مقبولة بوجه عام. بالنسبة طبعا للأجواء المتوقعة غدا مع ساعات الإفطار ظهور لغيوم متفرقة، درجة الحرارة تكون 23 درجة مئوية، ارتفاع في نسب الرطوبة، قد يكون من الجيد تناول الإفطار غدا في الخارج، ولكن في بعض الأحياء المرتفعة من العاصمة عمان وبعض المرتفعات الجبلية قد يكون الطقس غير مناسب بسبب اشتداد في سرعة الرياح. نسيت أن أذكر أيضا أمر هام بأن إبان تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي وهو يوم الأحد تشتد كثيرا سرعة الرياح وتسود رياح نشطة للغاية. نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة ومحافظاتها، نبدأها من المناطق الشمالية. طبعا بالنسبة للأحوال الجوية غدا السبت 25-16 في إربد، جرش 25-16، وفي عجلون من 23-14، وفي مفرق من 26-16 مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. المناطق الوسطى من المملكة عمان 23-14، الزرقاء من 26-17 مع بعض الأتربة المثارة شرقا، في الصلت 26-18، في مادرة من 24-14 درجة مئوية، وفي البحر الميت من 32-23، يعني اختلاف جذري على درجات حرارة البحر الميت والأغوار كانت في أواسط الأربعينيات تصبح الآن في أوائل الثلاثينيات، وكل ذلك في أقل من 24 ساعة. المناطق الجنوبية من المملكة في الكرك من 23-13، في الطفيلة من 25-12، في معان من 31-13، في جبال أشتراء من 25-12 درجة مئوية، أما في خليج العقبة نفس الأمر نفس الأغوار انخفاض هائل على درجات الحرارة 34 نهارا 20 درجة مئوية في ساعات الليل بعدما كان في أواسط الأربعينيات خلال الأيام الماضية. المناطق الشرقية في أرويشد 34-15 مع نشاط في الرياح وربما أتربة مثارة، في الصفاوي من 29-13 مع رياح نشطة وأتربة مثارة، وفي الأزرق من 30-16 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. إذا الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، السبت 23 نهارا 14 ليلا كما ذكرت، في ساعات متأخرة للغاية من يوم السبت هناك فرصة لبعض الأمطار المحلية، درجة الحرارة 23 اليوم سجل تقريبا 34-35 فرق شاسع في درجة الحرارة غدا وانقلاب جذري على الأجواء. نلاحظ يوم الأحد 18 درجة مئوية كحد أقصى في العاصمة عمان، معدل درجة الحرارة العظمى هي أقل بكثير مما هو معتاد عليه مع فرص لبعض الأمطار كما ذكرنا في ساعات الصباح، لكن السمة الأساسية هي الرياح النشطة. 13 درجة مئوية في ساعات الليل مع أجواء غائمة جزئيا، أما يوم الاثنين فتعود الحرارة الارتفاع قليلا ولكن تبقى أقل بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، 21 نهارا 14 ليلا مع أجواء ربيعية لطيفة بشكل عام لكنها مائلة للبرودة في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية. قبل الختام بعض التوصيات بشأن الأحوال الجوية التي تسود المملكة خلال الأيام القادمة، نبدأها هو بأولها وأهمها الانتباه للانقلاب الحراري الهائل الذي سيحصل والتغيير الجذري في الأحوال الجوية، يعني من موجة حارة إلى ربما نسميها موجة لطيفة وأبرد من المعتاد، وبالتالي يجب أن ننتبه إلى نوع الملابس التي سنرتديها خلال الأيام القادمة وضرورة عدم إخفال ذلك. الأمر الآخر هو صباح يوم العيد هناك فقط يعني أمر هام، نعلم أن هناك حظر شامل ولكن يوم الأحد صباحا يعني سكان المناطق الشمالية تلك خاصة في قاطنين في الأول
الأودية والمناطق المنخفضة، ندعوكم إلى عدم ترك أطفالكم في خارج منازل في أخطة الطرقات وفي الأودية بسبب احتمالية جريان الأودية والسيول في تلك المناطق، بسبب احتمالية تشكل السيول الناتجة عن الأمطار المتوقعة صبيحة يوم الأحد بمشيئة الله تعالى في خاصة المنطقة الشمالية. إذا هذا كان كل ما لدينا، كل عام وأنتم بألف خير. تابعونا دائما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر تحميلكم تطبيق تقص العرب أو زيارة موقع الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.